لا يتعلق الأمر هنا بمطرح للأزبال، بل بجانب من السوق الأسبوعي لكزنايا. فالأزبال على ما يقول التجار ومرتادو السوق أضحت مشهداً عادياً ألفه الناس هنا، وأصبح يؤثر على تجارتهم وعلى جودة المواد المعروضة فيه. بيع وشراء اللي كتشحال هادي ما بقاش، كديك النظافة كتأمر مزيانة، دابا كلشي يعني كلشي اللي جاب شي حاجة كيبقى هكاك. يعني مثلا أي حاجة أنت كتشوف يعني اللي جاب الحوت كيخليها هكاك، اللي جاب مثلا الدجاج كيذبحها وكيجي كيلوح الدم ديالو هادي كيبقى تمهر، ما تقدرش تشوف صافي. يتميز سوق كزنايا بإشعاع كبير على مستوى الإقليم، ويعرف حركية تجارية مهمة طوال الأسبوع مع تنامي عدد الوافدين عليه خلال يومي الخميس والأحد. تقول المعطيات المتوفرة إن إيرادات السوق في السنوات الست الأخيرة بلغت حوالي 300,000 درهم، غير أن الأحاديث كثرت في الآونة الأخيرة بين التجار عن إمكانية نقل السوق إلى مكان آخر. مشينا عند المسؤولين، قال لك اسيدي راه كاين البديل، ولكن البديل غير هيدا وصافي، باش نقولوا مثلا البديل واقع، كيقول لك اسيدي حنا عندنا البديل ولكن فين الله اعلم، ما عرفنا حتى فين، فهمتي؟ كنمشيو لعندهم مشينا ماشي خاطره، المره الاولى الثانيه الثالثه، عينا ما نمشيو ندخلوا لعندهم كيقول لنا اسيدي راه كاين السوق، ولكن فين كاين السوق؟ فين كاين السوق؟ حنا كيقول لك هو كاين السوق ولكن فين هو؟ حاول التجار انشاء جمعيه تتحدث باسمهم، وتكون المحاور المباشر للمسؤولين عن تسيير الشأن المحلي في جماعة كزنايا، لكنهم يقولون إنهم منعوا من تأسيس الجمعية، أمر يزيد بحسبهم المخاوف من المصير المجهول. احنا بغينا نكونوا الجمعية في هذا السوق هذا، باش نكون